السلام عليكم أعزائي طلاب المرحلة الثانية فرع الأحياء. عنوان مختبرنا لهذا اليوم من مادة الأحياء المجهرية العملي هو صبغ الغلاف البكتيري كبسول ستينينج. أعزائي الطلاب، تفرز العديد من البكتيريا مادة لزجة تلتصق بسطح الخلية مكونة غطاء لزج يدعى بالعلب كبسول، وقد يكون بيضويا أو دائريا أو ما يسمى بالطبقة المحاطية، وقد يكون غير منتظم الشكل وذات ارتباط ضعيف بسطح الخلية. وقد لا توجد هذه الطبقة أعزائي الطلاب في بعض أنواع من البكتيريا الغير المغلفة، ومن المعروف أن طبقة الغلاف هذه يصعب صبغها بالطرق العادية بسبب الطبيعة الغير أيونية للعلب، فإن الصبغات البسيطة لا تلتصق بها وتلعب دورا بارزا في القدرة على إحداث المرض لبعض البكتيريا. فمثلا عندما تمتلك بكتيريا ستريبتو كوكس نيمونيا وكليبسيلا نيمونيا علبة، لا تقدر خلايا الدم البيضاء على ابتلاع تلك البكتيريا بكفاءة، وسوف يحدث المرض. ويمكن تصبيغ غلاف البكتيريا أعزائي الطلاب بعدة طرق، وسوف نتحدث اليوم عن طريقة تصبيغ الغلاف البكتيريا باستخدام طريقة أنتوني ميثود. طريقة العمل. المواد المطلوبة: أولا، حضر مزرعة بكتيرية من بكتيريا كليبسيلا نيمونيا أو أي نوع آخر أعزائي الطلاب تحتوي على غلاف بكتيري. ثانيا، محلول مائي بتركيز 1% من صبغة الكريستال البنفسجي كريستال فايولت. ثالثا، محلول كبريتات النحاس وبتركيز 20%. رابعا، شرائح زجاجية. خامسا، مجهر ضوئي. سادسا، واير لوب وهو أبرة التلقيح. وتتلخص أعزائي الطلاب خطوات عمل وتصبيغ البكتيريا الحاوية على غلاف خارجي بما يلي: أولا، حضر مزرعة حديثة من البكتيريا حاوية على غلاف كبسولة، ويفضل أن يكون عمرها 48 ساعة. ثانيا، حضر غشاء من المزرعة واتركها لتجف في الهواء. يعني أعزائي الطلاب، نأخذ باستخدام الواير لوب مسحة من المزرعة البكتيرية ونضعها على سطح السلايد الزجاجي النظيف. ملاحظة: لا تستعمل الحرارة في عملية التجفيف خوفا أن يحدث انكماش ويخلق منطقة أو هالة واضحة حول البكتيريا، وبالتالي تعطينا نتيجة خاطئة. ثالثا، اصبغ الغشاء بالمحلول المائي من صبغة الكريستال البنفسجي لمدة من 4 إلى 7 دقائق. بعد أن قمنا أعزائي الطلاب بوضع محلول صبغة الكريستال فايولت على الشريحة الزجاجية المحضرة الحاوية على مسحة البكتيرية، رابعا نقوم بالتخلص من محلول الصبغة، ثم نغسل الغشاء بمحلول كبريتات النحاس المائية، أي نضيف قطرات من المحلول كبريتات النحاس على الشريحة الزجاجية المحضرة ونتركها لفترة من أجل غسل هذه الشريحة. ملاحظة: كبريتات النحاس المائية تستخدم كعامل مزيل للون، أي يزيل الصبغة الزائدة من الكبسولة، وفي نفس الوقت أعزائي الطلاب يعمل كصبغة مضادة بواسطة امتصاصها وتحويلها أو تحويل لون الكبسولة إلى لون أزرق فاتح. خامسا، نترك الشريحة أعزائي الطلاب لتجف مرة ثانية في الهواء، ويراعى أن يكون الجفاف تاما. سادسا، نضع نقطة من زيت العدسات Oil Immersion
على الغشاء الزجاجي المحضر من الشريحة ونفحصها تحت العدسة الزيتية. سابعاً، صف مع الرسم الخلايا وما يحيط بها في منطقة الغلاف. لاحظ أن الخلايا أعزائي الطلاب سوف نشاهدها بالشكل التالي التي سوف يظهر لنا، تكون بلون أزرق غامق، بينما تظهر منطقة الغلاف كهالة زرقاء باهتة اللون. يبين أعزائي الطلاب شكل رقم واحد شكل الخلية البكتيرية الحاوية على غلاف أو كبسولة. وتتألف عادة الخلية البكتيرية من المادة النووية النواة، وتحتوي على السيتوبلازم وعلى الغشاء السيتوبلازمي وجدار الخلية والكبسولة والفلاجيلا أو ما يدعى بالصوت الذي تساعدها على الحركة، أو قد تحتوي على الإهداف حسب نوع الخلية وشكلها. وتشاهدون أعزائي الطلاب في هذا الشكل شكل الخلايا البكتيرية المصبوغة تحت عدسة المجهر، حيث نلاحظ أن الخلايا تكون ذات لون أزرق غامق، أي مصطبغة بلون أزرق غامق، بينما تكون الكبسولة أو غلاف البكتيريا مصبوغ بصبغة لون أزرق فاتح، وهذا لكي يبين لنا كيفية صبغ غلاف البكتيريا ومشاهدتها بوضوح تحت عدسة المجهر ورسمها بشكل صحيح. وإلى هنا أعزائي الطلاب نكون قد أنهينا مختبرنا لهذا اليوم من مادة الأحياء المجهرية للمرحلة الثانية قسم العلوم. شكرا لحسن إصغائكم ومتابعتكم.